شكل الحضور الدائم لعناصر من النادي القنيطري بالمنتخب الوطني المغربي من بين أهم الأشياء التي ميزت النادي عبر مسار تواجده، رغم تراجع التمثيلية في السنوات الأخيرة عكس مرحلة نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كان يشكل مشان حقيقيا لإنتاج المواهب الكروية. إعلان النادي القنيطري الذي كان أكبر مزود للمنتخب الوطني بلاعبين كبار أمثال عز بوعبيد وبوجمع بن خريف ونور الدين البوحياوي محمد بوساتي وخليفة العبد وآخرين، والذين تألقوا في أغلب المنافسات التي شاركوا فيها، لم تعد خزانته تزين بالألقاب ولا بالكؤوس. تأسس النادي القنيطري سنة 1938 وكان يتشكل من اللاعبين المغاربة، شارك منذ سنة 1956 في البطولة الوطنية لكرة القدم وفاز باللقب البطولة سنة 1960 وسنة 1961، فاز بكأس العرش ليصبح اسم النادي مقرونا بإنتاج المواهب الكروية وتدعيم صفوف المنتخب الوطني. بصم النادي القنيطري على حضور كبير في المشهد الكروي المغربي وفاز بالبطولة سنة 1960 73 81 82 واحتل المرتبة الثانية في البطولة سنة 79 و85، فاز بكأس العرش سنة 1961 ولعب نهائي كأس العرش سنوات 69 و76 و91، أصبح أول فريق مغربي يصل سنة 1983 إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأندية البطلة، وفي سنة 1984 بلغ نهائي كأس الأندية العربية البطلة. للنادي القنيطري الذي تألق بشكل لافت للانتباه خلال فترة الثمانينات إنجازات تزين خزينته لم يسبق لها أي فريق مغربي، حيث فاز بدوري كندا سنة 1980 وفاز بدوري الأمن الوطني ضد سيلتيك دي كلاسكو بطل أوروبا في ذات الموسم. ينفرد النادي القنيطري برقم قياسي خاص باللاعب السابق محمد البوساتي من حيث عدد الأهداف المسجلة في البطولة الوطنية بعدد بلغ 25 هدفا في الموسم الرياضي 81-82، ولم يتمكن أي لاعب من تجاوز هذا الرقم إلى غاية الموسم الحالي. في العشرين سنة الأخيرة سيعيش النادي القنيطري مرحلة متذبذبة متأرجحا بين القسم الوطني الأول والقسم الثاني، حيث لن يحقق الصعود إلا موسم 2003 ولن يطول به المقام في قسم الصفوة ليعود للقسم الوطني سنتين بعد ذلك. في موسم 2006-2007 حقق النادي القنيطري العودة لقسم الأضواء ليعود النادي إلى قسم الظلمات موسم 2016-2017.